حد يقول فبيبقى عايزك تدخل تجاوب عشان تتذكر الايام الخوالي بقى في الثانويه العامه بدخل وبجاوب دوت تمام بس تخش في تصدم هو ده احنا بنخاف من كده يعني بخاف ان الطالب يدخل اول امتحان ده بيحصل فعلا دايما الهيستولوجي اول امتحان في الامتحان انا بتكون عايزه في حته ناس على طول في امتحان عمل سنه في الغالب في خلال 3 4 اسابيع على الشابتر الاول وبعد ما تمتحن كله خلاص انسوه فاحنا بنذاكر عشان خاطر امتحان اعمال سنه عليه 5 درجات تمام فاول موضوع اسمه مايكرو تكنيك ازاي تعمل شريحه هنحكي بالعربي ازاي تعمل سيكشن طب هي ايه مشكلتك في السكشن؟ قال لك وجود الميه لان الميه فلويد فانت مش عارف تقطع كويس انت عايز تقطع حاجه رفيعه جدا فوجود الميه هيعرضك يبقى اذا مشكلتي ايه؟ الميه هتغلب عليها بثلاث طرق حد يقول بافن الطريقه الاولى فيزنج وسيلويدن فيزنج وفريزنج وعشان يكون انت بالثالثه فعلا يعني كلمه الفريزنج تجميد تخلي الميه ايه سوليد تخلي الميه اللي هي فلويد اصبحت سوليد صلبه ساعتها ينفع تقطعها بسهوله فريزنج وقلنا ان هي موست رابيد سريع انت بتجيب التيشو وتحطه في الفريزر يتجمد في دقايق وتبدا تقطع تفرج موست رابيد ايه السيلويدين دوت في ماده شبه الجل في درجه الحراره العاديه هي فلويد لكن لو حطيت عليها ميه انت شعرك اهو لو حطيت على اولاده شويه ميه وحط عليه جل هيحصل ايه شعرك ينشف ما ينشف يعني ايه يعني يجمد نفس القصه بالظبط هجيب العينه اللي فيها ميه واصب عليها الجل في درجه الحراره العاديه واسيبها لمده 3 اسابيع واقفلها كويس بعد 4 اسابيع اخدها الاقي الجل ده اصبح ناشف ليه لان في ايه في العينه ميه الميه مع الجل اتحولت لحاجه خالص سوليد اقطع بسهوله ده بنسميه الموست ايديال الاكثر مثاليه لكن له عيوب فدورت على التكنيك الاخير ده اللي هو البارفين اسهلهم في الشغل فهو الموست كومن ايه فكرته؟ البارفين ده عباره عن واكس شمع في درجه حراره عاليه هيبقى ايه؟ منصهر احطه مع التيشو هيحل محل الميه اطلعه يبرد هيحصل له ايه؟ يتجمد وده بيتقطع بسهولة وليه مميزات كتيرة جدا فهو الموست كومن اتفهم؟ صح اللي بيستخدمه في الكلية كتير مش طرف كان ده كله نظري فقط مش بتعمل حاجة في العمل العمل ده موضوع تاني العمل ايه عبارة عن ايدنتيفاي اسم الشريحة بتقول اسم الشريحة بس لكن ده كله كلام عشان تمتحن عليه نظري يبقى هو تكنيك اسمه ايه؟ برف موست ايه؟ كومن السيلويدن ايديال والفريزنج رابيد أول حاجة الستبس بتاعت البرف ودي مهمة وهنحفظها تجي لك في الامتحان انيوميريت انيوميريت يعني عدي اذكرها بدون ما تشرح سامبل تمام ازاي هنعمل سيكشن في البارافين قال لك رقم واحد سامبل يعني الجملة دي عين اورجان زي الليفر كده الاورجان ده كبير اخده ليه ما دام ممكن اخد منه جزء يمثل الكل فهمنا؟ يبقى كلمة سامبل عينة حتة بتمثل كل الاورجان كل حجمها كام؟ حد فاكر؟ 1 سنتيمتر مكعب 1 سنتيمتر مكعب هو ده اللي في الامتحان سامبل من قوسين 1 سنتيمتر مكعب بعد ما خدت السامبل هعمل لها ايه؟ فيكسيشن يعني بالعربي حفظ احفظها عشان ما لا تحلل ولا تعفن اشهر ماده حافظه اسمها ايه؟ فورمالين او فورمال سلاين او فورمال سلاين كلها مترادفات على فكره سلاين يعني ممكن تكتبها فورمالين على طول فورمالين بيستخدمها في الاناتومي هي الجزء اللي محطوطة في الاناتومي دي بتقعد السنه والسنتين وفي متحف اناتومي عارفينه طبعا في جراد في عينات بالسنين من 10 سنين 15 سنه ما تحللش ولا تعفن ليه؟ لان فيها ماده اسمها فورمالين ماده حفظ فيكسيشن طب رقم ثلاثه ما خلاص بقى شيل الميه وحط الشمع يا انت يا جماعه لازم تحفظ المعادله دي اهو انا هشيل الميه واحط مكانها ايه؟ شمع قال لك دي ما تنفعش على ستيب واحده لان الميه ودي تعتبر فات دهون لا يختلطوا انت ذات نفسك قلت قبل كده لو انت ايدك عليها شويه زيت ورايح تغسلها بميه بس ايه الاخبار؟
ولا حاجه عمرك ما هتتغسل. ده العكس، هتلاقي ميه عامله على ايدك ايه دروبلت كده نقط، انها مش عارفه تعمل ميكس مع مين، مع الشمع، مع الفات، مع الاويل، انت كلها مترادفات. طب احنا مضطرين نعمل ايه؟ قال لك اسحب الميه باستخدام ايه؟ كحول. عمليه سحب الميه اسمها ايه؟ رابع اهي دي هايدريشن. اربعه اسحب الميه، اسحب الكحول واحط مكانه ايه؟ ماده اسمها زايلون مذيب شمعي. طب ليه ما عملتش كده؟ برضه ما ينفعش، انا مضطر اعمل كده، اسحب الكحول واحط زايلون. دي الاستيب رقم اربعه. ولما حطيت زايلون اصبح النسيج كلير، شفاف، واضح، نظيف، فسميتها ديكليرنج. خمسه وسته ابدا احط الشمع. بس في عنده نوعين للشمع، سوفت بارافين ده اوف سمول موليول، جزيئاته صغيره، هيدخل مكان الزايلون اللي مكان الكحول اللي مكان الايه؟ الميه. هو ده الهدف، سوفت بارافين. ودي عمليه اسمها امبريجنيشن او انفلتريشن، معناها انه تخلل داخل الكيشو. ربع شويه قال لك لو حورت التيشو ببارافين برضه، بحيث لما اجي امسكه يتمسك كويس، مش اقوم ماسك التيشو دايركت، لا ده التيشو يكون حواليه بارافين، فساعتها بجيب نوع ثاني اسمه هارد بارافين اوف لارج مولكيول، هيحوط التيشو من بره. عمليه التحويط اسمها بالانجلش امبيدنج. هنا مسكت كلمه سراوندنج، بس هم قالوا كده امبيدنج، انت كلمه سراوندنج يعني لو سبت الحاجه بس سراوند كانت تمشي صح، بس هو مصطلح علمي سموه تاني امبيدنج. كده انت حطيت الهارد بارفن بتطلعه يبرد كول، يوم يتجمد ويعمل لك مكعب اسمه بلوك في السنتر بتاعه، في ايه؟ في التيشو. اصبح جاهز لعمليه الايه؟ سكشن. بقطعه في جهاز اسمه ايه؟ مايكروتوم. هيطلع لي سيكشن اعمل فيه ايه؟ اثبته على شريحه ازاز، عمليه اسمها ماونتنج. اخر حاجه رقم تسعه، انا عايز اعمل حاجه اسمها كونتراست، اسبو عشان الحاجه تظهر احسن واحسن. هي اه تصبح مكسوب غير مسبو، بس هي تمييزها صعب قوي، لكن لما اسبوها في ناس هتاخد الصبغه وناس مش هتاخد، دي بنسميها كونتراست، تناقض، تباين، وستين. كم ده احنا قلناه الحصه اللي فاتت باختصار شديد، وده اول مثال اسمه تاني انيوميريت ستيبس اوف بارافين تكنيك. حضروا معايا الحصه اللي فاتت، في اي مشكله فيهم؟ احنا كنا واقفين بقى على ايه؟ على حته هنا، وده السؤال التاني، قول لي وظيفه الفيكسيتيف، قول لي وظيفه الفورمالين اللي هو الايم او الاكشن اوف الفورمالين. صفحه خمسه، الناس تفتح على صفحه خمسه. تكون علامة مهمة. هتفتح علامة مهمة صح. صفحة خمسة. احنا يا جماعة بنشتغل في الكتاب المذاكرة دي مؤقتة لحد ما الكتاب ينزل. فاهمني؟ أنا مش هقنعك إزاي كتاب الكلية. براحتك. اسأل زمالك في تانية طب. الدكتورة عزة ملتزمة بكتاب الكلية. بطريقة عنيفة. لدرجة إن هي كل سنة بتخترع أسئلة عشان ما حدش يجاوب على كتاب الكلية. السنة اللي فاتت جابت ست أسئلة اسمها كومبليت. ما عندناش طب كومبليت اصلا، العالم كله اصلا متكسر في كومبليت. والعالم كله نسي كلمه كيف انا كاونت اون. النهارده امتحان اليوزم ليه؟ ام سي كيو. النهارده اي امتحان في الطب كلها عباره عن ام سي كيو. احنا عمالين لسه كيف انا كاونت اون. اكتب ما تعرفه عنه، يعني سمع يا معلم. يعني الحافظ يكتب. كلمه ايه؟ كيف انا كاونت اون. كومبليت نفس القصه، ما ينفعش امتحان كومبليت لان هي بتلتزم بنص. النص ده من كتاب الكليه فقط. فعشان خاطري. سواء تاخد عندي تاخد عند غيري هتحضر محاضرات ازاي كان ايه؟ في كتاب الكليه. لو مش مصدقني اسال سنه ثانيه. سنه ثانيه جبت عند فلان الفلاني شغال من المذكره اقول لك احنا برضه بنذاكر من الكتاب. هو كده لازم تذاكر من كتاب الكليه. طب يا دكتور يبقى في الكتاب بعض اللي انا حشو كلام كتير وحاجات مهمه كده، فناخد المهم ولا اخد الكلام كله على بعضه؟ دي احنا نعرفها. انا الكتاب ينزل بس الاول. الكتاب القديم كان فيه حشو، الدكتوره عايزه تسمعني هنظبط الدنيا دي. هل هي هتزود الحشو مش واخده بالها؟ الله اعلم. الله اعلم. كده كده وهنشوف. معايا؟ ايه اهميه الماده الحافظه؟ قال لك رقم واحد حاجه غريبه قوي. اول ما بنحط التيشو في الفورمالين بيحصل كو اجيوليشن للبروتين اللي فيه. ركز. بتتكلم على الميه، بتتكلم على مين؟ البروتين، ما فيش فيه بروتين، هو بروتين ده سائل. يحصل له ايه؟ يعني كويس في العربي تجلط. فاكر التجلط يعني ايه؟
التحويل من صوره ايه؟ سائله الى صوره ايه؟ صلبه. يعني حصل هارد للتيشو بس ما زال هو ميه. مش وصلنا للغايه اللي احنا عايزينها، مش وصلنا هنا. تحولوه واحنا ماشيين لسه بدا يحصل سنه هاردنس، هاردنس التيشو، فاصبح ايزي تو كات. هنعرف طفره هو ايزي تو كات. يبقى رقم واحد كوانكوليشن للبروتين. عارفين زي ايه في الحقيقه؟ لما تجيب بيضه وتحطها في ميه سخنه، كانك جبت التيشو وحطيته في فورمالين. لما تجيب بيضه وتحطها في ميه سخنه بيحصل لها ايه؟ تضلل. اهو هو ده السبب كوانكوليشن للبروتين. البيضه عباره عن بروتين اسمه البومين، اول ما بتحط في الميه السخنه هيتضلل، فاصبح صحتها البيضه سهله انت ايه؟ تقطعها. هو ده رقم واحد كوانكوليشن للبروتين، عمل هارد للتيشو ايزي تو كات. رقم اثنين في جوه خليتك انزيمات اسمها لايسوسومز. سوم يعني اجسام، ولايسو يعني هاضمه ومحلله. الانزيمات دي ما بتشتغلش الا بعد ما الخليه تموت. اشمعنى؟ والخليه ليفنج البي اتش غير مناسبه. يا دوب الخليه تموت يتراكم فيها اللاكتيك اسيد، هتبقى البي اتش اسيدك، فالانزيمات يحصل لها اكتيفيشن وتتنشط وتبدا تشتغل وتبدا تهضم الخليه. اسمها اوتو لايسز. اي اوتو يعني ايه؟ زائد، هي بتهضم نفسها. اوتو لايسز. وجدنا ان الفورمالين بيمنع هذه الانزيمات، ما بيديهاش الفرصه ان هي تشتغل، فالخليه تفضل سليمه كانها لايف لايك. لايف لايك. طب هو ده الغلط، عشان لما اجي اوصف اوصف حاجه حقيقيه مش اوصف حاجه ميته. رقم ثلاثة قال لك اكيد التيشو ده فيه بكتيريا. ايه هو اصلا بكتيريا؟ الاكل اللي بتاكل فيه ايه؟ بكتيريا. تصدق كلمه ديتو 99%؟ امتى ما فيش بكتيريا؟ في اوضه العمليات. ده بتبقى الدكتور متعقم 100%، صح كده؟ والتمريض كله معقم، حتى الدريسنج اللي لابسه معقم، دي اوضه العمليات. لكن الاكل انت بتاكله فيه بكتيريا، عشان بنخاف منها ليه؟ عشان فيها حمض. ايوه اسمه ايه؟ في المعده. اتش سي ال. خطوط الاحياء توصل اتش سي ال. ده اول حاجه بموت البكتيريا. فاهمني؟ ده اول حاجه يعني ما بتخافش يعني. فاي مكان فيه بكتيريا، فدلوقتي التيشو ده فيه بكتيريا. يعني انت لو حطيته على الشريحه والبكتيريا فيه وكده هتعمل ايه؟ هتاكل التيشو وتعمل له ريحه ايه؟ وحشه. بنسميها بيوتريفاكشن. يعني بالعربي تعفن. يعني ايه يا دكتور؟ لما انت بعد تسيبوا اللحمه بره الثلاجه بيحصل لها حاجتين. اوتولوسيز يعني فيها انزيمات هاضمه اسمها لايسوم هتحللها، هتحللها يعني هتحولها لميه، خليها فلويد. الحاجه الثانيه ان اكيد فيها بكتيريا، اكيد حواليها بكتيريا، هتاخدها وتعمل لها ايه؟ تعفن، يوتريفاكشن، ريحه وحشه يعني، وتحللها برضه. اسمها بيوتريفاكشن. هو بيوقف بموت البكتيريا، فبيمنع البيوتريفاكشن. اخر حاجه رقم اربعه اكتشفوا برضو ان الفورمالين ده بيساعد الانسجه على الستيننج. ايزي تو ستين، يعني بتتسرب بسهوله. هذه الخاصيه بيسموها موردنت. موردنت تاني اسمها عصفوره يا جماعه، احنا متعودين نشيل على عصفوره ونسميها مشتات الشرق. قول تاني ايه اهميه الماده الخفضه؟ ايه اهميه الفيكسيشن؟ اربعه. اول واحده هو الكوليشن اوف بروتين، تعمل تدرج في البروتين تخليه صلب فاصبح هارد، فاصبح ايزي تو كات. ولو عايز تحفظ كلمه واحده زي ما انت بتقول كده تحفظ كلمه هارد بس. هارد ان تيشو وشكرا. كده تاخد الدرجه بتاعت السطر ده. الوظيفه الثانيه بيمنع الاوتوليسيس عن طريق انه بيمنع اللايسوسومال انزيمز، فبيحافظ على التيشو كانه ايه؟ لو عايز احفظ بريفنت الاوتوليسيس وبين كلام اقراه كتبت ما كتبتوش رقم ما كانش اي قيمه. تمام؟ الثالثه بيموت بس انا احفظ دي، بيمنع التعفن. بريفنت البيوتريفاكشن. بيزود قابليه التيشو للستين، بيخلي التيشو يمسك في السن احسن واحسن. هذه الخاصيه اسمها ايه؟ موردن. مين الاسهل اعتقد دي؟ تبقى ايزي تو ستين. كتبت الفول ماركت السؤال. فهمنا؟ انا معلش في اول الحصه ده بقى اقعد اقول كومنت على طريقه المذاكره عشان الناس تعرف ازاي تذاكر. في طالب يا جماعه يمسك اول سطر ويقعد يهندل كده.
coagulation of protein and the heart in the tissue to be easy. ويقعد يحفظها. الدكتور حافظ صفر نسي الكلام اللي هنا. انت في اول مذاكره ليك لو طبعا انت تذاكر ذاكر ما قل وكفى. ذاكر ما قل وكفى يعني يكون كميته قليله بس يكون ايه؟ في الجول. خد انا بقول اول وظيفه ايه تاني؟ هارد ان ذا تيشو يخليه هارد. الوظيفه الثانيه بيمنع الكوليسيس. الوظيفه الثالثه بيمنع الديفكشن. الوظيفه الرابعه ايزي تو ستين. كده دخلت الفول مارك. طب وانا دكتور قول لنا بقى الكلام خوفا من الدكتور عادل. تكون جايبه اول سطر كومبليت. فهمت الفكره؟ هو انت فاهم؟ احنا قبل كده يا جماعه كنا بنشرح سهل جدا، كان عندنا في البلد بالظبط بنشرح سهل في الاسبوع. بعد ما الفيميل مسكوا ياسر القسم وانك يا جماعه عظيم صح كده؟ بدانا نخليهم ثلاث حصص. معايا؟ كل هو بنشرح ساعه الا ربع. انا بدات اشرح ساعه وربع ساعه وثلث، فاهمني؟ فانت افهم كده من اين يوكل الكتف؟ او مش عارف اربط ايه مكان ما يقول ايه؟ نفس القصه. هم عايزين طلبه معينه من المذاكره. احنا هنمشي بتاع ساعه ونص، فهمتني؟ انا خايف من ايه؟ ده السؤال ده يجي لي ريتن. فاهمني؟ فساعتها لما يجي لك ريتن اللي بيصحح استاذ الدكتور عادي جدا عارف ايه اللي المفروض يتكتب، اللي هم الاربع كلمات دول. لكن لما يجي يسال كومبليت لا احنا ملتزمين بالكلام المكتوب بالنص. فهمنا يا جماعه؟ تمام؟ معلش احنا بعد ما نشرح نخلي حد يقرا من زمان. ماشي يا دكتور. Action of fixation. Fixation maintain normal structure of tissue board. تمام يحافظ على النورمال تيشو بورد. احنا بقى عايزين باي دي بقى. هاردنس ذا تيشو باي. لا تحبس هاردنس ذا تيشو. باي دي بقى نفهمها عشان التمبليت. باي كواجيليت. كواجيوليتنج. كواجيوليتنج اتس بروتين. كواجيوليتنج اعرفها دي كلمة جديدة عليك. كواجيوليتنج يعني تجمد. احنا صفحة خمسة. It's within to be easily cut into sinus sections. Prevent autolysis by lysosomal enzymes. Lysosomal. بص يا جماعة هي اسمها lysosomes. وعايز احط لها انزيمات lysosomal enzymes. هي اوتو احنا بنقول في الاوتولايسيس معناها تحلل ذاتي. الصف اوتوليسيس. تحلل ذاتي. الحاجة تتحلل لوحدها. من غير ما اديها اي حاجه ثانيه هي من جوه فيها انزيماتها اللي هتحللها هتنظمها يعني بس هو بريزيرفز ستراكشر بريزيرف يعني ايه؟ انتين هتحفظها بس انت تفهمها بس تعرف شكلها بس ستراكشر اوف سيلز اند تيشوز هاز ا لايف لايك ستيت صح كان لايف لايك تمام رقم ثلاثه بريفنت بيوتريفاكشن بيوتريفاكشن باي كيلينج اند ستوبنج بكتيريال اكشن يوتريفاكشن مش عارف الطه ايه اللي بيتا في عينه يوتريفاكشن يوتريفاكشن تمام اربعه مور ذان ثينج انكريزس افينيتي اوف افينيتي يعني ايه افينيتي؟ قابليه افينيتي اوف تيشوز اور افينيتي معناها قابليه يعني التيشو بياخد الصبغه احسن واحسن لما بستخدم فورمالين هو دي تاني سؤال البرفكت تمام نطلع على الستبس بتاعت السيلويدين عمرها ما هتجيلك سرك ليه لان هي اصلا مش بومل دي اللي عندنا في الكليه بنستخدمها فعلا فدي اخرنا نحفظ رقم تاتا في الستبس رقم تاتا بس كده تتحفظ واحد اثنين جابهم اكس صغيره واحد اثنين جابهم اكس صغيره تمام هنحفظ رقم ثلاثه ايه ميس السيلويدين ما هو البرفين كان تعبني ان هو عايز حراره كتير كنت بحطه في فور درجة حاطه 50 يعني لا لسوع ايديه هيعمل ايه في الانسجه الضعيفه دي؟ هو عيب البرفين القاتل عيب البرفين ان انا عايز حراره هتقول عايز حراره في البرفين ليه؟ عشان اسيحه ادوبه عشان يبقى منصهر فبجيب السوفت برفين واحطه في فور درجة حاطه 50 يعني انت لو لمست الفرن بالغلط هيعمل ايه في ايديك؟ هيبقى سرعة 50 درجة حرارة عالية. طب دكتور الحرارة دي مش بتقتل التشو او بتبوظها.
في الضغط دي كل ده 50 امتحان كويس يعني مش انه بيستحملها بس هي مشكله عندي عشان كده دورت على واحد تاني معايا عشان ادخل الشارع جوايا هو كمان في الفرن تيش ميمس لا انا هجيب الدرجه الكسائيه ميه بس بكون طلع من الفرن درجه حراره كام 50 واحطه على التيش لك مش حط لو حط التيش جوه انا سويت اللحمه انا ما فيش مشكله تمام بجيب التيش وبجيب الفرن الصوص استخرجه 50 واحطه على التيش بعد كده اروح اجيب الخاط ثاني احطه اعلى احطه على التيش واسيبه يبرد معايا تمام كده فانا مشكلتي في البرافين الهيت مشكلتي في البرافين الهيت حلو الكلام رقم 2 سيلويدي ده كان اول واحد بعد البرافين فانا عملت بالهيت استغنيت عنها نو هيت لان الجل مش محتاج هيت هو فلويد درجه حراره عاديه فانا احط عليه تيشو في ميه يجمد يبقى نو هيت نو هيت وبحطه في اير تايت كونتينر يعني اير تايت محكم محكم الغلط مقفول كويس يعني عشان يكون في ضغط هواء فيسهل عمليه دخول الجل مكان الميه انا هحفظ رقم 3 فقط مكتوب عندكم في رقم 3 نو هيت امال هعمل ازاي امبريجنيشن او امبيدنج زي البارفن كده ولا حاجه هحطها في اير تايت كونتينر يعني برطمان محكم الغلط مليان سيلويدن خلص كده خلاص الفرق نيجي بعد كده الستيبس اوف فريزنج المشكلة بقى يا جماعة معلش برضه هخرج بره النص. إيه اللي بيحصل؟ بيطلع الطالب يروح للدكتور عزم، يقول له يا دكتور عزم الستيبس والسلويدون دي مهمة ولا مش مهمة؟ تقول له يا ابني مش مهم، يقول لها ده الدكتور فلان الفلاني قال كذا، ده الدكتور فلان الفلاني قال كذا، تقوم تجيبها في الامتحان. وده اللي حصل السنة اللي فاتت فعلا. يعني الطلبة بتروح تسأل ما تسألش عن حاجة خالص، ما تسألش الدكتور عزم عن حاجة خالص. صعب على نفسك. فكل ما تسأل هي هتسأل، تسأل ليه؟ أكيد حد بره قال لك إن هي مش مهمة أو مهمة. تقوم تجيبها في الامتحان. معايا ما تسالش على حاجه خالص مفيش مشكله كده كده يا جماعه عشان تفهم بس يعني انت بتشتغل معايا اولى وثانيه انا طلعت كذاب في سنه اولى عمرك ما تاخد عندي سنه اكيد فاهمني يعني مش بديك سنه واحده ونجري من بعض لما تخافش وبرضه صرت في امتحان عمال سنه جاي قلت انا اديتك درس اهو وانت رحت الامتحان ما جاوبتش لا تقف مع نفسك شوف الغلط من مين ده من غلط من المدرب على فكره هو عمره غلط من اللعيب معايا ده غلط ده غلط من عندك خلاص مش مشكله غلط من عندي شوف هتعمل ايه تاني شوف الباسوي التاني شوف الطريق التاني ايه يعني خلي دايما حياتك محطات كل ما توصل محطه فيها اختبار شوف انت بتأدي كويس ولا لا بتأدي كويس وانت ماشي صح مفيش حاجه ما تقوليش يا دكتور لا انا جبت فول مارك بس انا حاسس ان انا مش فاهم الماده لا يا حبيبي انت كده فاهم انت في امتحان زيك زي غيرك لكن انت فهمت الاختبار وانت فاهم الماده حلو قوي بس ما جاوبتش كده انت ماشي غلط حتى لو انت فاهم الماده كويس كده في حاجه غلط لازم تقف مع نفسك غلط معاك سيف مين يا مدرب خلاص نيجي للفريزنج ازاي هنعمل فريزنج بصوا معايا كده هجيب طبق فيه ميه واحط عليه تيشو وده بقى بحطه في الفريزر فريزر فريزر مخصوص للحاجه دي هيعمل في القصه دي كلها يجمدها هيديك مكعب ايه تلج اخده واقطعه ما اقطعه بالسكينة لا طبعا تيجي هزبه اقطعه اسمه كرايم ستات اسمه تاني كرايم ستات اسمع سمو تاني اهو هجيب طبق فيه ميه واحط فيه ايه؟ تيشو التيشو واحطه فريزر يتجمد طبعا لازم immediately قبل ما التيشو ده يحصل له اي نوع من انواع التحلل والتعفن بسرعه لما حطيته في الفريزر مش هو كده اتجمد؟ انت كده عملت خطوتين في خطوه واحده عملت له فيكسيشن صح؟ صح بس بنسميها فيزيكال يكون عندك لحمه في بيته عايز تحفظها تحفظ تحطها فين؟ فريزر ده انت عملت فيكسيشن بس بنسميه فيزيكال يعني ليس اضافه مواد كيميائيه فورمالين يعني الحاجه الثانيه عملت له هاردنينج ده كله في وان سكيب على فكره هو رجل سليم السيب الثاني ايه؟ اخد مكعب التلج واقعد اقطع فيه كده هقطع بسهوله الجهاز اسمه ايه؟ الكرايوستات حلو الكلام طبعا كل ما نطلع التيشو في الحر حتى في التكييف الميه بتسيح بسرعه فسالنا بتوع الفيزياء قالوا لنا يا جماعه ما تستخدموش الميه استخدموا ليكويد نيتروجين نيتروجين السائل تمام يعني حتى دلوقتي في العربيات قال لك ما اعرفش استخدم هواء العادي استخدم النيتروجين مش عارف ليه مميزات كده ايه هي دي بس التكه بس التك كومبليت يعني انا بعمل فريزنج للتيشو
بستخدم ايه؟ بستخدم ليكويد نيتروجين. ليكويد يعني ميه اهو، بس ميه بيسموها كده نيتروجين، ليكويد نيتروجين. غاز مسال بيسموه كده بالعربي حاجه زي كده، ازاي؟ مضغوط. تميزته بيقاوم درجه الحراره اكتر، بيقعد فريزنج اكتر. فاهمنا؟ لحد ما اقطع، بعد ما اقطع خلاص ما عادش محتاجه. انا خلاص قطعت، يعني هو الهدف ان انا اقطع. ما دام قطعت مسيح ما يسيحش مش هتفرق معايا. الفكره يستحمل لحد ما ايه؟ ما اقطع. بجهاز اسمه ايه؟ كرايوستات. كرايو اصلا يعني ثلج. كرايو يعني ثلج. وستات يعني بحافظ ينظم. بجيب حرف الكي كرايو. ما الجهاز القطيع احنا كان اسمه ايه في البراف هنا؟ مايكو تو. مايكو تو. من يرى يا دكتور؟ ستيبس اوف ريزن. عندي صوتك بحيث اخر واحد يسمع. هو قلنا فريزنج ده، هو جوه الفريزر فريزنج. هو اول ده اسمه فريزنج. فيزيكال نو كيميكال فيكسيشن اند ذا سيم باي مارك ديسنتيشن. تمام فهمت الجمله؟ يبقى فريزنج ذا فريش تكون فريش طبعا ده يكون اتحل ولا تعمل ايميديت تحضرها كده. انت عملت حاجه زي ما احنا قلنا. رقم 2 سيكشنينج فيوجن. تمام سيكشن يوزنج كرايو ستيت. تمام كده نبدا الصفحه. لا خلاص كده خدنا الستيبس بتاعت البارت دي مهمه في الريتم. يجي لك النيوريت وفيها باراجراف اسمه اكشن فيكسيشن ستيبس والسيلولوجي. اهم حاجه فيها كلمه نو هيت. نو هيت مفيش حراره. ستيبس وفريزنج خدناها كلها، واهم كلمتين فيها ليكويد نيتروجين وكلمه ايه؟ Cryostat. مميزات البرفن وتكتبها، او يجي يقول لك جيب بريزما يعني بما تفسر البرفن از موست كومن. تكتب ايه؟ مميزات برفن از نوت ايديال. تكتب ايه؟ العيوب. فهمنا؟ اللي هو كومن كذا، اللي هو ايدي نوت ايديال عشان كذا. نبدا بالمميزات. قال لك اول حاجه في البرفن ان هو شورت تايم، بص معايا على السطوره، وقت قصير بياخد 3 4 ايام. فده ريلاتيفلي بالنسبه للستيرويدين كويس. انا ده بياخد ايام فيو دايز، ده بياخد مانس انت 4 اسابيع شهر يعني، ده بياخد مينتس 10 دقايق بالكتير. فده بالنسبه لده بنعتبره شورت تايم. رقم 2 حاجه اسمها سيريال سيكشن، ودي مهمه في عمليه الريسيرش اللي حضر معايا الحصه اللي فاتت فرجتكم على فيديو كده بتاع الجهاز اسمه مايكروتوم. هو بيقطع المايكروتوم دوت، الشمع تقطيعه سهل، فبيطلع لك كل سيكشن ماسك في اللي قبليه في الاخر قدام الشريط. فده مهم في الريسيرش، مش مهم عندنا في الهستولوجي في الريسيرش. هديك مثال، مثلا مرض بيحصل في السمول انتستين. السمول انتستين طولها قد ايه؟ السمول انتستين 6 متر او 7 متر. صح 7. يعني واحد عنده هذا المرض ودكتور الجراحه مطلوب منه يدخل جوه وشيل حته من السمول انتستين، يشيل مين ما يعرفش. احنا بالابحاث قدرنا نعرف كل مرض بيظهر في السمول انتستين بيبدا في السيجمنت رقم كام وينتهي في السيجمنت رقم كام. ازاي يا دكتور؟ بعمل سكه في السمول انتستين وسكه قدام عيني عامل زي شريط كده، واسبوق كله على شكل شريط، وابدا اشوف تحت الميكروسكوب وبعرف ان في السكشن رقم كذا بدا المرض يظهر يقابل في الاناتومي سيجمنت كذا، واختفى في سكشن رقم كذا يقابل في الاناتومي سيجمنت رقم كذا. كده انا قدرت اعرف المرض ظهر امتى واختفى امتى. عشان بس اديك التخيل. سمعت تاني؟ سيريال. وانت في جزء جديد كنت تقشر البرتقال. ده كانت تقشر البرتقال تعمل لك زي تقعد تقشر كده هو لا اختص تطلع لك البرتقال كلها قشره واحده. مش هتروح تقعد تلعب واحنا صغيرين. طبعا انت كنت بتلعب حاجات ثانيه، احنا كنا بنلعب بيه البرتقال. كنت بقى بتلعب موبايلات تاتش وديجيتال والحاجات الحلوه دي. في اختلاف من الاجيال طبعا. شفتوها قبل كده البتاع دي ولا؟ هو كده ليه؟ لا احنا بناخد من انيمال. واحنا بناخد من مريض، بس هو دايما بناخد حاجات من انيمال. في ابحاث ريسيرش معايا؟ عشان بس تسال في حته بس العينات، بصوا معايا يا جماعه، ايه اللي بيحصل؟ ده برضه دكتور جراحه دخل يشيل مرض في السمول انتستين.
احنا عندنا في مين وبندفنها من ده المريض يدفنها. لا بره، لا بره بتتاخد كمان على ابحاث لما تطلع. مش عايز اقول ايه بره نظامهم كده عشان يتاكدوا في كل جراح اشتغل صح ولا اشتغل غلط، والمرض ده كويس ولا وحش معايا يا جماعه. يعني مش عايز اقول لك لدرجه ان احنا عندنا في مصر هم بره ورقص ان كان نظام صح عليه كده شويه شويه حاجات كده هنا كده. هم اكتشفوا ان اغلب الدكاتره بتوع الجراحه بيشتغلوا حاجات في سمول انتستن في الاخر يطلع السبب الرتب والكولو سمون قولون العصب. مش مرض، مفيش باثولوجي، مفيش مرض. انت كل فكره مثلا الراجل ده اندر ستريس فالقولون بتاعه مش مرتاح، فكل ما ياكل لقمه لا اما يرجعها لا اما مش عارف ينظمها كويس. بتوع الجراحه يدخلوا ويشتغلوا في القولون في الاخر يطلع قولون عصب. ودخلوا كده على النت ويجربوا قولون عصب. يقول لك القولون العصب ده مشخصه امتى؟ لما كل الاسباب تقول لك خلاص انت ما عادش موجوده. يعني شخص اخر حاجه. احنا ده مصر مش مشخصه خالص. الدكتور الجراح عايز يشتغل وخلاص. فبره في حاجه اسمها ريسيرش فعلا بحث. احنا ما عندناش خالص. يعني سيريا ورا بعضهم ماسكين في بعضهم نوت سيبريت، فينفع اعمل لها ابحاث اشوف بدا فين المرض انتهى امتى حصل له ايه معايا. حتى لو في تغيرات في المرض افرض في السيجمنت الفلانيه حصل كذا وفي السيجمنت الثاني حصل كذا في تغيرات في المرض ادرسها عن طريق السيريا سيكشن. الاس الثالثه ستاند ايزلي بتصير بسهوله. وبيسا كم اس؟ ثلاثه اس. مميزات الدرجه 3 اس جراحه التبعات فورد. طيب سابين اللاتيف مش عايزها اللاتيف دي عشان اقول لك ايام فانا راجع عندها طويله. قلت لك ما انت ما شفتش السيلوت اللي بياخد شهر سمعنا دي ريلاتيف نسبيا. هنعرف السيلوت ايه شورت تايم. رقم 2 سيريال سيكشن. كنت وصلنا ريسيرش خلص الباراجراف ده خلاص كده خلص رقم 2 كده خلاص. سيريال سيكشن كنت وصلنا ريسيرش الابحاث. رقم 3 ستيند ايزلي. عيوبه عينين. العيوب العيب الاول ان في مواد كيميائيه بتبوظ بسبب الحراره واستخدام الكحول الفات والكربوهيدرات بيدوبوا. الحاجه الثانيه الانزيمات بتبوظها الحراره الهيت. ده كده ما ينفعش. حاجه اسمها هيستوكيمستري. يعني ايه هيستوكيمستري؟ كيميكال الانسيكس. يعني يا جماعه الدكتور بتاع المرض بيجي يقول لي يا دكتور الليفر فيه ماده اسمها جلايكوجين. خلاص بقى انا اقصد ده هو ايه؟ يقول افلام عليا؟ لا انا لازم تحت الميكروسكوب. رؤيه المواد الكيميائيه تحت الميكروسكوب ده تكنيك اسمه تاني؟ هيستوكيمستري. انا لازم اعرف هل الليفر فعلا فيها جلايكوجين ولا لا. مش هاخد كلامه مصدق ما انا بعمل انا عيبي برضه منفصل عنه. فدي اسمها هيستوكيمستري. فاكتشفنا ان البرافين لو التشو فيه فات وكربوهيدرات بيعمل فيه بيدوبه في السول. فانا ما عدتش عارف هو موجود ولا مش موجود. خلاص كده خلاص دايب غايب هو موجود موجود الله اعلم. الحاجه الثانيه ايه؟ الانزيمات حساسه جدا بتبوظ ليه؟ اذا هو نوت ايديال. فهمت؟ ليه هو مست كومن؟ عشان شورت تايم وسيريال سيكشن وستيند. طب اللي هو نوت ايديال عشان في حاجات بوظها. بس الحاجات دي ممكن ينفع استغنى عنها عشان كده هو مست كومن. فهمنا؟ الحاجات دي لما احب اشوفها بشوفها بالسلوني بشوفها بالفريزنج. فهمنا؟ بس انا خلاص وقتها وعرفتها مش لازم اشوفها تاني. انا يهمني ترتيب الخليه بقى اللي هو السيل والسيتوبلازم. يبقى العيوب تاني. فات ان ار السولفت. نقطة ثانية الانزيمات باظت. باظت ده هتبقى ازاي؟ تدمرت. ستروي بروكن ان اكتيفيت. اي كلمة عايز تقولها صح معناها ان هي خلاص ما عادتش شغالة ما عادتش موجودة عن طريق في جبل السيلويد. ايه ميزة السيلويد ده؟ انت بتقطع شعرك في الجيل بتكون شكلك حلو. طب هو السيلويد شكله حلو. هنحطها بيرفكت اند كلير. دي حاجة مش بس هم فعلا اكتشفوا كده. استخدام السيلوين ده جميل جدا. مفيش فيه خطوات كتيره. ده هناك في خطوه اسمها ديهايدريشن صح وكليرنج. ده بتفتح البرطمان وتحط التيشو تحط فوق الجيل وتسيبه مع بعض شهر. تفتح تلاقيه نشف. مش كل شويه بتشيله وتحط من البرطمان لبرطمان. فقله بيسموها المانيبيوليشن اللي هو التعامل اليدوي دوت بيخلي النسيج ايه او الشريحه ايه؟ بيرفكت وكلير. كل الديتيلز واضحه. لكن في هذا النوع كان بعض الديتيلز بتبوظ منك.
وانت بتشيل العينه من ايه؟ من جزء لجزء. من جزء لجزء. يبقى رقم واحد بيرفكت انت كلير. رقم اثنين ما استخدمتش حراره، احطها انا اهو نو هيت، فدي ميزه بصفه عامه نو هيت مفيش حراره، لان الحراره اكيد هتبوظ التيشيرت. رقم ثلاثه بستخدمه دايما في حالات اللارج سبيسيمين. لارج اوجان. لارج اوجان. انت ماشي صلحها سبيسيمين احسن. سبيسي مينز. سبيسي. حاجة سوفت. أورجان أو تشوف صح. صحيح. زي البرين. أصل دي أنا بشرحها امبارح للطلبة بتاعتكم. طب هو يعني قلت إيه؟ لارج أورجان عادي مش واخد بالي. قلت زي أي هول. قلت يا جماعة إن العين دي ما ينفعش آخد منها عينة. لأن هي من قدام غير من ورا. ففي طالب فكر في لارج أورجان يقول يا دكتور هو الليفر أكبر من العين. صح ولا غلط؟ اه طبعا يا الليفر لارج اورجن صح، عضو كبير، لكن ينفع اخد منه ايه؟ سامبل. ينفع تاخد منه سامبل يمثل كل الكبد. لكن الاي على الرغم ان هي صغيره اهي، ما انا بطلع عين عامله زي الكوره، بس من قدام هنا حاجه اسمها قرنيه موجوده ورا؟ لا. هنا ورا في حاجه اسمها شبكيه موجوده قدام؟ لا. فازاي تاخد عينه؟ لازم تاخد ايه؟ الاورجن كله، وبعد ما اعمل له كل الخطوات اقوم واخد فيه سيكشن كده من الاول لحد الاخر. فهمنا؟ يبقى انا مشكلتي في اللارج سبيسيمنت في العينات الكبيره، مش عشان مش فاهمها بس انت بتكتبها اوردن صح كده، بتكتبها اوردن برضه من هنا من الكتاب يعني مش مالفها من عندي يعني، بس عشان الناس بتفهمها غلط معايا. يعني تاني الليفر ده ايه؟ لارج اوردن اوردن كبير، لكن ينفع اخد منه ايه؟ سامبل. هاخد منه 1 سنتي يمثل كل الكبد في كل الخلايا اللي في الكبد، لكن الاي ما ينفعش اخد منها 1 سم. تاخده من هنا قدام ولا من ورا ولا هنا؟ لازم اخد العين كلها واعمل لها العمليه كلها، وفي الاخر اخد سيكشن كده اهو. يعني ايه سيكشن؟ يمثل من اول لحد الاخر. لكن ما كانش ينفع اخد منها عينه، ساعتها العينه كانت هتديني جزء امامي او جزء خلفي. لازم اخد الاورجان كله. فاهمك؟ الحاجه الثانيه ايه؟ سوفت، سواء اورجان تيشو اي حاجه تقولها زي البرين اللي هو سينس. عارفين يعني سينس؟ سنتر. محطوط فين في الجسم؟ جوه السكال، جوه العمود الفقري. ده سوفت سوفت فاهم، ضعيف جدا. حد بياكل مخ يا جماعه؟ انا ما بحبوش عامه يعني، بس ممتاز. ايوه ده بيقولوا غالي مش عارف الماده اسمها ايه كده، بتؤدي الى زكاه البلدين. متاكد؟ تعالي بقى ولا انا هنسكت. المهم بيقولوا مليان مواد كيميائيه. المهم ايا كان فعلا لو مسكت البرين دوت يعني معلش، لو انت شفت الجزار هو اول ما بيطلعه من ده يقوم حاطه في طبق او حاطه في حاجه كده بحيث ان هو مش هينفع يمسكه كتير، وافرق يتمسك مره ولا مرتين، لان هو فيري سوفت معايا. يبقى ايه مميزات السلودين؟ نرجع تاني، خليك فاكر الجيم، تخلي شكلك حلو، رقم واحد بيرفكت كلير، تجيب لي كل الديتيلز، رقم اثنين نو هيت، محتاج حراره، رقم ثلاثه ينفع في اللارج زي الاي بول، وينفع في السوفت زي الايه؟ البرين. طب ايه العيوب؟ خد الثلاثه دول واعكسهم. يعني شورت تايم يبقى ايه؟ لونج تايم. لونج تايم. سيريال سيكشن تطلب لها كلمه نو سيريال سيكشن. اشمعنى؟ وجدوا ان الجلد ده وانت بتقطعه بيطلع لك سيكشن سيك، فمش قادر تخليه يبقى يعني كونتينوس مع غيره. قلت قبل كده كانك بتقطع اللي هي الشبكه الانسيه اللي اسمه ايه؟ نسيت تركي ده ولا اسمه ايه؟ المهم في شبكه الناس كده صغيره كده وانت بتقطعها تلاقي شيتها تخينه قوي، قادر تخليها زي البرتقاله كده كونتينوس. نفس الفكره في تقطيع السيلويد والفيوزنج. ديفيكالت تو كات. وبالتالي هو دي بقت هوستين. على فكره كل ما كان السكشن رفيع كل ما هيتسبك بسهوله، يعني هو اصبح رفيع فكل الاستراكشرز اكسبوزد للستين. لكن لما يكون السكشن سيك تخين مين اللي هيتسبك كويس؟ اللي بره. لكن الديتيلز اللي جوه ما استفادتش. نقول تاني ايه عيوب السلويدن؟ لونج تايم دي سهله؟ سهله. نو سيريال سكشن؟ سهله. ديفيكالت تو ستين وديفيكالت تو كات. سكشن فول سكشن. عيب تاني عيوب السلويدن، عيوب السلويدن. اللي بيقول لك ليه السلويدن نوت كومن؟ رقم واحد ايه؟ لونج تايم شهر. رقم اثنين نو سيريال سكشن. ديفيكالت تو ستين، ديفيكالت تو كات، والاثنين تكسرهم ان السكشن بيطلع سك تخين. مش عاجبني قوي. البافن بيطلع ارفع، كل ما يكون اقطع كل ما يكون احسن.
تيجي بعد كده مين؟ الفريزنج. الفريزنج كلمة ستيل. دي ميزة النو. نو ايه؟ نو مين؟ تنفع شوف بيه ايه؟ الانزيمات والفات والخبر. يعني نو هيت فينفع يستخدم في الهيستوكيمستين خاصة مين؟ في الكتاب سبيشال انزايمز ده سؤال جميل جدا على فكره يرد الطلبه ان الفريزنج دي نوعين فينفع نشوف بيه كبت الفات والكربوهيدرات والانزايمز وول اوف ذا باب وول ذا باب يعني كده كتب ايه؟ كتب اونلي انزيم وكتب سبيشال انزيم سبيشال فهمت السؤال؟ ده سؤال عن الجانب بصراحه يعني سؤال عنيف يعني ده قلنا اصلا بصراحه حطوها انزيم ليه؟ قال لك لما تكتب انزيم هو بيشوف الانزيم لا انت كاتب عندك سبيشال انزيم كاتب عندك بوضوح اهو نو هيت هو مناسب للهيستوكيمستري يعني الكيميكال نيتشر اوف ذا سيل يعني طبيعه الطبيعه الكيميائيه للخليه هل فيها فات؟ هل فيها كربوهيدرات؟ هل فيها انزيمات؟ بس اهم حاجه عند الانزيمات انا ما عرفتش هو بالمين بالفرق بالبرف سبيشال انزايم طب ايه الميزه الاولى للفريزنج السرعه دي مش محتاجها في الهيستولوجي محتاجها في حاجه اسمها باثولوجي هقول تاني لما كان معايا النهارده اول حس احنا في الهيستولوجي بنستخدم الميكروسكوب ونوصف الخلايا النورمال لا منهم في واحد تاني بيوصف الخلايا الاب نورمال اسمه ايه باثولوجي هشوف ثالثه طب بتاع الباثولوجي احيانا محتاج سرعه امتى يا دكتور هديكم مثال في حاجة اسمها تيومر يعني ايه تيومر؟ ورم الورم ده بيكون عامل زي الماس كلكعة كده الكلكعة دي في احتمالين اما تكون حميد يعني راجل مؤدب ومحترم وقاعد مكانه ولا ينتشر ولا ينتشر على قد الأورجن اللي هو قاعد فيه يعني ورم في المعدة هو في المعدة فقط لو قعد سنين بيكبر لكن عمره ما هينتشر لما يجاور المعدة في ورم تاني اسمه ايه؟ خبيث طبعا رايح بتخاف منه حتى لا انت عارف اسمه بالانجلش مالجنت ده اسم حلو جدا او كانسر اسهل كانسر فاسمه مالجنسي اللي هو سرطان الخبيث او الكانسر سرطان ده عيبه ايه؟ لا يكتفي بالمعده لو هو بيكبر هو لسه بيكبر يبدا يدخل هنا ويدخل هنا ويدخل هنا خبيث بقى سرطان احنا بنسموه سرطان عشان سرطان بيفضل يمشي بالرمل في كل حته سرطان فهمنا؟ تفرق معاك تفرق معاك ده ليه علاج وده ليه علاج ده علاج واستئصال الورم فقط اما ده ايه استئصال الاورجان ولو انت بتفتح كده ولقيته ماسك في حته ثانيه تشيل معاه كمان حاجه ثانيه وبعد ما يخلص العمليه يروح ياخد علاج كيماوي وعلاج ايه اشعاعي ده مفيش مشكله ايه علاقه الباثولوجي حتى الان مفيش حد يقدر يقول قرار ده حميد ولا خبيث غير تحت الميكروسكوب لا سونار ينفع ولا رنين ولا اشعه مقطع ابدا كلهم يطلعنا فيه كتله فيه ماس لكن مين يقول الخلايا دي سرطانيه ولا حميده تحت الميكروسكوب طب ما فيش مشكله سين كده بص معايا كده اهو قلت قبل كده في ميل واحده ست راحت للدكتور نساء ولاده هتشوفها بالسونار الاشعه تلفينها تطلع ان في ماس في الرحم في ورم في الرحم هو بيعمل ايه حسب سنها لو سنها فوق ال 45 مثلا وخلاص كومبليت هيب فاميلي معلش عايزه تخلف خلاص ناخد القرار ونشيل الايه؟ الرحم وبعد ما اشيل الرحم هبعته لدكتور الباثولوجي بنحطه في برطمان فورمالين يعني الدكتور كده اهو يقول للممرضه هذه يا بنت برطمان الفورمالين تفتح برطمان الفورمالين تحط فيه قطعه من الرحم بس يكون فيها الورم وتقفله وتبعته لدكتور الباثولوجي. دكتور الباثولوجي في الغالب بيعملوا بارافين ويبعت النتيجه بعد اسبوع. هو بعت النتيجه بعد اسبوع ليه؟ عشان نعرف المرضى دي هنديها كيماوي واشعاعي ولا كفايه عليها كده؟ احنا كده استعصبنا كل حاجه. افرض انا كان سنها 25 سنه وخلفت مره او مرتين او لسه عايزه تخلف. ما ينفعش اشيل الورم الرحم كله وابعته لدكتور الباثولوجي ما تخافش شيلته. انا عايز وانا انترا اوبرتيف جوه العمليه اخد القرار هل هو حميد ولا هل هو خبيث؟ هل هو حميد فهشيل الورم؟ هل هو خبيث فهشيل الرحم؟ ده قرار صعب جدا. ايه اللي بيحصل؟ تروح دكتور النساء ومعاه المساعد ومعاه التخدير ومعاه التمريض ومعاه دكتور الباثولوجي. واخد معاه الليكويد نيتروجين والكريوستات. يا دوب الدكتور يفتح بتاع النساء اول ما يفتح على طول يطلع جزء من الورم.
دكتور الباثولوجي في 5 دقايق هو لسه التاني بيجهز نفسه كده يقول له حميد او خبيث. حلو كلام ورسبت. لا ده بياخد بعد كده معايا حسب قراره يروح يعمل طرف التكنيك ويبعته للدكتور. ما هو رفض ان الدكتور الباثولوجي طلع خايف قال خبيث وكان حميد فده هنرفع عليه قضيه ويرفع غرامه للست ويعني يظبطها. ايه اول ستيب؟ اعمل التريزم في الاول عشان ياخد القرار وبعد كده بيتاكد بالبركه. لازم تتاكد بالبركه. طب انا خلاص عامل فريزنج؟ لا لازم تتاكد بالبركه. فدي اهميه الفريزنج. بيستخدمها دكتور. احنا ما عندناش ولا شريحه فريزنج في القسم. ليه؟ انا عندها ايه؟ احنا بنتفرج بالبرافين ويوم العمل بالسلويد. لكن فريزنج ده ميزته الاساسيه للسرعه. فهمنا؟ فيجي لك الامتحان دي فريزنج. ليه بستخدم الفريزنج اثناء العمليات؟ هتقول ان هو الموست رابيد فيري شورت تايم بيدي رابيد دايجنوزس تشخيص سريع لمين؟ ثلاث كلمات مكتوب عندك تيومر يعني الاورام. كان ده كله تخصصنا في البسيط في سنه ثالثه على فكره. فريزنج انت بالذات يعني احنا في سنه اولى وثانيه بنهتم بالبرف والسنويد. في سنه ثالثه بنهتم بالفريزنج. يعني فريزنج ان انا بجيب ليكويد نيتروجين واحطه على الكيشو واحطه في فريزر يتجمد بسرعه اقطعه بجهاز اسمه كرايوستات. ايه ميزته؟ السرعه. بستخدمه فين؟ اثناء الاوبريشن اثناء العمليات في السيرجري في الجراحه عشان يديني رابيد دايجنوزس. طب ايه عيوبه؟ ديفيكالت تو كات بتقطع بصعوبه عشان يديني سيكشن 6 ديفيكالت تو ستين بتسلك بصعوبه. خلاص الحاجه اللي بعد كده نو سيريال سيكشن. لو سيلويد كنت هتضيف واحده رابعه هي ايه؟ ايه يا دكتور؟ لو سيلويد اللي هو فيه عيب رابع لونج تايم. لونج تايم عشان تكون انت فريز في الشورت تايم. سهله كده ولا ايه؟ عيوب السيلويد اربعه لونج تايم ونو سيريال سيكشن مش عارف اقطع ولا عارف اصمد. اما الفريز ثلاثه بس نو سيريال سيكشن مش عارف اقطع مش عارف اصمد. دكتور طب بالنسبه للفريز مش نقدر نقول برضه ان هي شورت ليفت يعني بتدوس بسرعه؟ اه طبعا ماشي. اه هتستحمل زي البرفه. يا جماعه ده الزمن هيأثر عليك لان هي حاجه مش معموله صح زي الفورمالين. الفورمالين كان صح. اه الفريزنج شورت ليفت مش هيعيش كتير شهر مش هيعيش كتير. طب ايه اخر عيب يا دكتور هنا؟ اخر عيب مش عارف اسمه. على فكره بتقول عندك ايه؟ نيد سبيشال ستيل. يعني ايه برضه؟ يعني انت بتستيل انت فاهم المترادف؟ هي لو بتستبد بسهوله هسيبوها بالحاجه الكومن. لا ده هي حاجه عايزه حاجه سبيشال. تقول لك عايز تاكل ايه؟ تقول لي عايزه كذا وكذا. ده انت صعب قوي. عايز حاجه سبيشال. هي معناها كده. لكن الواحد يروح ياخد بيت اي حاجه دلوقتي 100 100 وجاب الكومن خلاص. دي هي سبيشال ستيل. حتى يا جماعه دي الصفحه. في عندنا صفحه كده اسمها بريباريشن تكنيك دي هنسيبها لما ننزل. هذه الصفحه. هيستولوجيكال ستيل. ناخد اول نوع بس حاجه اسمها كومن ستين اللي هي السبب اللي استخدمها على طول اللي بستخدمها في الروتين ستين. على بالك تاني دلوقتي انا دلوقتي خلصت موضوع بالكامل اسمه مايكرو تكنيك بتاع اللايت مايكروسكوب البارافين والسلويد والفريزنج دول خلصهم تمام. دلوقتي عايزين ناخد ازاي هنصبه واسم الصبغه ايه؟ هم ايام زمان بعد ما طلع الميكروسكوب وبعد ما عرفوا يعملوا سيكشن هم يبصوا هم عايزين حاجه اسمها كونتراست يعملوا تناقض يعملوا تباين. فاكتشفوا صبغه اسمها هيماتوكسلين. اسمها ايه تاني؟ هيماتوكسلين. هيماتوكسلين الصبغه دي لونها ازرق وجابوها من البلانت من النباتات فاصبحت ناتشورال ولو تفاعلها الكيميائي بيس يعني تتفاعل مع مين؟ مع الاسيد. فبدات تصبغ الاحماض اللي داخل الخليه والاحماض اللي داخل الخليه ما انتوا عارفينها الدي ان اي ومين؟ ار ان اي. هي ايه دي اختصار ايه؟ حد يعرف؟ اسيد. اسيد. انا كنت بقى بشوف الشطر والدي. ديوكسيرايبوز. الار ان رايبوز صح؟ والان؟ نيوكلاس. فاكر الاحماض النوويه. حلوه قوي. هيبقى تصبغ الاحماض النوويه باللون الازرق بتاعها الاول. وساعتها نسمي الحاجه اللي اتصبغت باللون الازرق اللي بتحب البيز بتحب البيز بيزوفيليك. بيزوفيليك. انت تحس احنا في الاستوديو عاملين زي شاب نسيم كده. نوع تلون. قلت لك عايز تلون البيضه بلون طبيعي. هتجيب ايه؟
تغليم مع كاركاديه ايه؟ حين ماشي تدار المصر بس بنتها بصل ايش البصل؟ تحتفل زي مش قبل نسيبها كمان تأجيال فرق أجيال طور ربنا عمر ما خفت لي خمس؟ ربنا عمر ما حضرته لو سنة احسن سنة شام نسيم في شهر 4 قبل امتحان العمل على طول يعني شغل درس نسيم كل حاجه انا هشم وين ايه هشم كتير هشم نفس القصه يعني هو ادري دون بعض البنات من بعض الشبكات سبغه اسمها سبغه طبيعيه ناتشورال اسمها هي ما تبغى تقولها هي ازرق حبس اهو لونها ازرق بس تفاعلها الكيميائي ايه؟ بيز تقوم تصبغ مين؟ الاسيد الاحماض اللي جوه الخليه مين الاحماض؟ الدي ان ايه والار ان ايه؟ وساعتها نسمي الحاجات دي بيز وفريك. طب سؤال تاني هو الدي ان ايه والار ان ايه موجودين فين في الخليه؟ في النيوكليس في النيوكليس ده رقم واحد وموجودين في اورجانيلز جوه السيتوبلازم حاجه اسمها ار اي ار انا خدها بالتفصيل الشابتر اللي جاي رف اندوبلازميك ريتيكولم هسمع عنها الشبكه الاندوبلازميه الخشنه اللي هي وبنتها الريبوسوم بيصنعوا ايه بروتين بروتين عندهم موضوع اسمه تخليط البروتين حذف ولا كان عليه لا الحمد لله تخليط البروتين انا هاخد زياده بالتفصيل على فكره هتاخد في الاستروجين وفي البايو بروتين سينثيسيس تخليط البروتين حته صعبه مش مهم قوي وهتتحرك فيها احفظها باي طريقه قول مع بعض تاني اسم الصبغه ايه؟ هيماتوكسين هيماتوكسين واختصارها اتش من كتر شهرتها لو كتبت اتش كابتن زمان كانت كده خلاص هيماتوكسين الصبغه دي لونها ايه؟ ازرق ازرق وتعريفها ناتشورال بيز تتفاعل مع الاسيد اللي هم الدي ان ايه والار ان ايه اللي جوه الخليه اللي موجودين فين؟ موجودين في النيوكليوس في الار اي ار في الريبوسوم الحاجات دي من حبها للبيز سميناها بيزوفيليك خلاص كده ما اقول لك ليه النيوكليوس بيزوفيليك هتقول لي ليه؟ انها تتفاعل على ايه؟ على الدي ان ايه كده خلاص ما تكملش ما التحقيق بتاعها خلاص يعني فيها اسيد قعدنا ندور في البلانت اورجن عن اي سبغه تصبغ البالي ما لقيناش لحد ما قلنا بتوع الكيمياء صنعوا لنا سبغه فصنعوا لنا سبغه اسمها ليوسين اسمها تاني ليوسين ودي اصبحت كيميكال كيميكال يعني ماده كيميائيه سينثيتك مصنعه ولو طبعا صنعوها ايه صنعوها اسيد حمض مش انت خلاص صبغت البيز سوري صبغت الاسيد انا هنا عايز اسبغ الايه البيز اللي هو من بيت الخليه يعني معظم السيتوبلازم وسبغه دي لونها ريد هي نفسها كلمه بنت دي نفس المعنى هتفهم معانا قوي بيت او بنت دي نفس المعنى وساعتها سمي السيتوبلازم دوت اما اسيدوفيليك يعني بحب الحمض او بحب اليوسين ايزينوفيليك تاني انا عندي دلوقتي كيميكال اسيد كيميكال اسيديك ستين كيميكال اسيديك داي داي يعني صبغه داي يعني صبغه اسمها تاني ايوسين واختصارها اي كابتن اهو ايوسين دي بتصبغ البيز الحاجات البيزك اللي هي مين؟ معظم السيتوبلازم ما عدا الار اي ار والريبوسوم دول خلاص اتسبغوا خلاص مش عارف اسمي الحاجات دي اسيدوفيليك او ايزينوفيليك بيقول لك امتى الاقي سيتوبلازم كله ازرق؟ لو مليان ار اي ار وريبوسوم مش عارف الخليه دي وصفتها ايه؟ بتصنع بروتين تاني معظم السيتوبلازم احمر لكن ممكن الاقي سيتوبلازم ايه؟ ازرق امتى؟ لو الار اي ار والريبوسوم كتير فكرة الخلية دي وصفتها الأساسية بتصنع بروتين. بروتين. زي فكرة البنكرياس بتصنع تريبسين. معايا؟ بس عايز أقول إيه؟ أو الدي إن إيه كتير، لا هو الدي إن إيه عند كل خلايا واحد 46 كروموسوم. معايا؟ كل خلايا جسمك 46 كروموسوم. نيجي نحطهم في الجدول. عايزين نسمع. كده جميل. كده الجدول كده هيماتوكسين. هيماتوكسين. لا ناتشورال اسمها تاني اسمها ناتشورال طبيعي بلانت اورجن معناها كده اه تمام ناتشورال بلانت اورجن واخدنا من النباتات معناها كده ناتشورال ناتشورال ايه ضاي ضاي يعني ايه سبغه اسم تاني للسبغه
ستين يعني. ستين أسيد مش أسيد ده. انت لو قلت ستين بتقول ستين أسيد سكوتك انت عايز توصفها. فستين بيزو لونها بيزو فيلم. صح كده نيوكلياس وريبوسوم وريبوسوم. حلو كلام كده؟ لو قلت لك هنهي فريزو نيوكلياس از بيزوفيليك تقول لي ايه؟ طب جه فريزو الريبوسوم از بيزوفيليك ايه؟ هتقول برضو ديني وارني؟ ارني بس لان الديني موجود في النيوكلياس تاني يا جماعة النقطه دي اصل كل مره بيجي اصل كل مره اسم اسمه بيجي هو بيجوف في الامتحان عارف انا جيت اهو ليه النيوكلياس بيزوفيليك فالناس بقى تكتب ايه عشان في دي ان ايه وار ان ايه انا بقول لك افرض انك ما جابش النيوكلياس كلمه الار بي ار او الريبوسوم ما تقوليش برضه دي ان ايه وار ان ايه ار ان ايه بس النيوكلياس فيها دي ان ايه وار ان ايه لكن الريبوسوم والار بي ار فيهم الار ان ايه بس ماشي نيجي على الناحيه الثانيه ايه يا دكتور الامتحانات في كليه الطب ثلاث امتحانات في تحرير يعتمد على الحفظ ملوش حل تاني في عمل يعتمد على السرعه سرعه سرعتك في انك تقول اسم الشريحه ايه سرعتك تقول اسم العظمه ايه حتى في الاناتومي سرعتك في الكيما تعمل التفاعل بسرعه سرعه ملوش اي علاقه بالعلم فسرعه واحد يعني تخيل تلاقي واحد مقفل العمل وصاد في البنك الماده بس هو بيحضر سكشن كويس وبيتعامل كويس مع العمل هو بيحب العمل هتلاقيه مقفل العمل الحاجه الثالثه الشفوي بتعتمد على البرسيف بتاعك ثقتك في نفسك يعني يا جماعه في طالب يدخل يتهته يدخل خايف من اللي بيساله وموطي صوته لا لازم فستك واطي بيعمل لك كده انا مش سامعك علي صوتك لو عملها لك تاني ثقتك هتبقى لسه زي الزفت هو بيعملها لك مره واحده بس اتعود انت كدكتور بصوتك عالي صوتك العالي دليل على قوة مقاومة مرتفع عمق ضعف مرتفع عشان ما كذب يا جماعة صوتك العالي دليل على قوة مقاومة ان انت صح اتعود على صوت عالي سواء مين او في مين صوت تاني كمان جمال لما تخلص باذن الله مدير اي مستشفى يبقى طبيب بشري لا صيدلي ولا اسنان ولا علاج طبيعي انت تبقى المدير دايما في اي مكان ليه لان انت الرئيس بتاعه كل فلو صوتك ضعيف هيستضعفوك ما هو ضعيف هو صوتك عالي تمام بتصبغها بلون البنك سواء بنك او ريد عشان البنك صح برضه مش غلط بنسميها اسيدوفيلك وريزينوفيلك تمام سيتوبلازم في معظم الخلايا وفي عندنا ان بي يعني خلي بالك يعني ان بي بتقول ايه بقى؟ لازم ان بي تمام ممكن تلاقي سيتوبلازم ولازم ازرق سيتو بحاجه وحشه بقى حاجه مسك الميكروسكوب الاقي ان هو زرقاء وسيتوبلازم كده الكونتراست ما عادش حلو قوي مين يا جماعه اصلا كتاب الاستودي لما هينزل هتلاقي لونه ازرق فاحمر ده كده الكونتراست مين الازرق النيوكليوس ومين الاحمر السيتوبلازم لما تلاقي بقى النيوكليوس زرقاء عشان مليانه دي ان ايه وار ان ايه والسيتوبلازم ازرق عشان مليان ار اي ار وريبوسوم فساعتها يبقى توضيح ان هو صعب قوي فاهمني عايز تصبغ كويس لان الدي ان ايه بيسيبك اغمق فساعتها هتلاقي النواه غامقه وسيتوبلازم ايه باهت يعني كده خلاص هما لون واحد ازرق بس فيه غامق وفيه فاتح فيديني برضو ايه نوع انواع الكونتراست تمام كده نيجي بقى للستيبس فور ايه ستيبس ده حاجه على خالص هم 10 خطوات سهلين جدا على فكره يعني في حد حضر سكشن هيستولوجي طب كويس اختصار كده يعني لا احضر السكشن حاول تفهم حاول تفهم لو ما فهمتش بتتناقش مع المعيد
ليه؟ اغلبه على فكره لازم تتكلم معايا عشان تاخد الجرأه. يا جماعه بيبقى في نقطه الطالب حاطط حاجز بينه وبين الاستاف اللي في الجامعه فيدخل الامتحان شافه يتهتل فعلا. لا واحد تاني هو قاعد يعني يتكلم وسال ودي ليه ودي عشان ايه؟ لا هنضربك ولا هنزعل ولا هنزعلك. انت حاول تاخد الجرأه. وعلى فكره كل ما كان الدكتور اجتماعيا كويس كل ما يبقى دكتور شاطر. اجتماعيا ما ينفعش يتكسف من حد. معايا؟ انت تبقى دكتور نسا بتكشف على فيميل. وانت تبقى دكتور الجلديه بتكشف على ميل. لو تتكسف هيجي لك زبون كده هتطيره. ما ينفعش. انت لو دكتور نسا وتتكسف ده مصيبه سوداء. بس كده هنقفل العياده. معايا؟ احنا ما بنتكلمش في حاجه غلط. معايا؟ انا بتكلم في صفات التجارب وان انت بتعرف تتكلم كويس قوي وعامل لك برستيج. معايا؟ نقول الخطوات. بص معايا كده. اول حصه قلت انا مشكلتي الميه وانا جاي اعمل سيكشن صح؟ صح. فشلت الميه في مكان ايه؟ حلو. سمع البرفن بس ما نفعتش انا وانا ستيب. فودانك منين يا جحا؟ عملت كده عملت كده. شلت الميه باستخدام ايه؟ كحول. كحول. وشلت الكحول باستخدام ايه؟ زايد. وحطيت ايه؟ شمع. خلاص. احنا بعد ما احنا بتوع الكيمياء طلعنا الصبغه اللي اسمها اتش اند اي كده نصبغ بيها لقينا الصبغات دي عباره عن ميه ووتر سوليبل. فكنت احطها على السكشن اللي فيه بارافين مش هتسكبه مش هتدخل. وهتعمل ايه يا دكتور؟ لحقت اشيل الشمع واحط مكانه ايه؟ ميه. يبقى اول ستيب هحط زايد. لما اللي بيبني بيت لما يجي يهد بيته باتجاه العكس صح كده؟ فالهد باتجاه العكس. اول حاجه احط ايه؟ زايد. يقوم يدوب الشمع يطلع لي الشمع من جوه الانسجه يحل محل الشمع. يحط ايه؟ كحول. يشيل الايه؟ الزايد. ويبدا يرجع لي الايه؟ الميه. كده انت رجعت الميه للتيشو مره اخرى. يا دكتور ازاي يا ابني انت قطعت خلاص؟ ايه يفرق معاك ميه ولا مش ميه؟ انت خلاص عملت سيكشن رفيع. رجعنا الميه احط الصبغه اللي اسمها هيماتوكسين. هتروح جوه الخليه هتصبغ مين؟ كل ما هو حمض دي ان اي وار ان اي نيوكليس وار وار ريبوسوم. وبعد ما تصبغهم اكيد في صبغه على الاكسس لسه زياده فهم عامل لها ووش. عامل لها ووش بالميه. عشان لو هي لسه موجوده وجيت احط الهيوسين هيحصلوا ايه مع بعض؟ هيتفعلوا. لا ده انا عامل لها ووش وبعد كده احط مين؟ الهيوسين. اروح يصرف مين؟ الباقي. ونفس القصه اروح اعمل ووش. حلو قوي. جينا نبص تحت الميكروسكوب. طبعا انا عندي بنتشو ميه والميه معتمه بتاثر على الرؤيه. هعمل الميه. اشيلها باستخدام ايه؟ العمليه نفسها. كحول. ما الكحول برضه بيعمل زي الميه. اشيل الكحول واحط ايه؟ زايد. ايه رايك اشيل الزايد واحط شمع؟ ليه وانا اقطع؟ انا هقف على الليست بتاعت الزايد. ناس كتيره جدا جدا في كل حته في الدنيا مش فاهمين. بالفعل بيقول لي الطالب يروح يسالهم يا دكتور انت في اول صفحه قلت لي هنشيل الميه ونحط شمع. جاي لي في الصفحه الرابعه تقول لي اشيل الميه اشيل الشمع واحط ميه واشيل الميه واحط زايد. ليه؟ رد انت عليا. شلت الميه وحطيت شمع ايه؟ عشان اقطع سيكشن. انت ما ينفعش تقطع في ميه، ميه دي فلويد. لازم احولها لحاجه سوليد. واكبر دليل كلمه فريزنج. لو حد حابب يشكك في المعلومات دي. طيب ليه هشيل شمع واحط ميه؟ عشان يستين اسبغ. انا الصبغات دي ايه؟ ميه ووتر سوليبل. مش هينفع تصبغ سيكشن فيه برافن، فيه فات. طب كده اتفرج تحت الميكروسكوب السكشن فيه ميه، لازم اشيل الميه واحط ماده كلير اللي هي مين؟ اللي هي الزيت. اتفهمت ولا عيد تاني؟ تمام. فسيب المحصله دي هنحفظ. طب دكتور هو مش ممكن برضه اعمل الفيزنج مع الصبغه؟ يعني مثلا بدل ما اعمل الخطوات دي كلها وارجع للشمع وبعدين ارجع الشمع تاني للميه اجمدها واقطع التيشو وبعد كده. ايوه تمام كلامك صح. بس الفيزنج ليه عيوب. اللي هو يعود بالفريزنج. هو مقبول اه يعني مقبول اه بدل ما لو حصل فعلا صح وجالك مين يروح واروح كده واروح كده هنعمل فريزنج اصلا صح. بس الفريزنج العلوي مش هيديني سيريال سيكشن تمام مش هيدي تلتا بوستين لما بقى اسبوع حتى هيدي صح تلتا بوستين فهمنا. البرافين مميزات كتير قوي على فكره عشان كده هو مصر القمح واستخدامه سهل. عندك النيوريت صار بيقول لك النيوريت ستيلتا بوستين. يعني ايه
اكتب الخطوات فقط ما تشرحش ولا تقل. احنا عايزين نحفظها. انسى ان انت تفهمه دي خالص. عايزين نحفظها. كم ستيب؟ 10. ما كده على السبورة؟ هنحفظهم ازاي؟ واحد بحط زيه. رقم 8 برجع احطه تاني. واحد 8 ايه؟ زايد. اتنين برجع المية. هايدريشن. يبقى رقم 7 هشيل المية. دي هايدريشن. عليك ستيبس فقط. اسماء فقط. درسنا مش عليك حتى. تلاتة احط الهيماتوكسين واعمل وش بعديها. ايوسين واعمل وش بعديها. واحد زميلكم قال لي يا دوب ليه بنحط الهيماتوكسين الاول وبعدين نحط الايوسين. انا ما اعرفش برضه. يعني مش فاكره كل الستيبس مفسره. هو تكنيك بنعمله بس الحاجات بنقدر نفسرها ليه عملناها واحنا مش عارفين. يعني ليه عملنا الهيماتوكسين الاول؟ ليه ما حطيتش الايوسين الاول؟ وهو عارف احنا بنحط الهيماتوكسين الاول نعمل ايه. اهميه الوش هنا انه يغسل الاكسس ستين. وجودها هتتفاعل مع الصبغه اللي جايه. وساعتها الصبغه معلش يعني الصبغه اللي هي اسمها اليوسين فوت تتفاعل مع الايه؟ مع السيتوبلازم. بس هتلاقي قدامها هيماتوكسين تتفاعل معاها اسرع. هيماتوكسين الميه زيها. لا انا عايز اجيب الهيماتوكسين الزياده بحيث اسيب مين؟ السيتوبلازم. ولازم تفهم ان الستين لما تمسك مهما تعمل وش ما تخافش. احنا عملنا ووش كده لكن هو احنا مسكنا فرشه وغسلنا ولا جبت النيوكلس والفرشه وقعدت اغسلها؟ لا طبعا. انا عملت وش بشويه ميه كنت اغسل الاكسس ستين. سهله كده ولا ايه؟ واحد ايه؟ زائد وثمانية. ثمانية زائد. هنا رجعت المية وشلتها هنا. وهيدريشن ودي هيدريشن. هيماتوكسين الموش والموش. اخر اثنين يا جماعة بنحط حاجة اسمها كندا بلسم حرف السي. كندا بلسم. عارفين بلسم يعني ايه؟ مرطب. عشان يحافظ على التيشو من العوامل الدعارية والرطوبة والحاجات الغريبة دي. كندا بلسم مرطب. ملوش أي قيمة أكتر من قيمة بلسم. بعد لازم أعمل كفر. في الكفر يعني غلاف. انا لما اوريك الشريحه بعد شويه كده العملي او هخليك تمسك الشريحه وتمشي بيك هتلاقي فيه كفر غطا بلاستيك صغير قوي فوق النسيج معايا. ليه ما واحد يمسك الشريحه ويقعد يعمل كده صح ويكحت التيشو؟ لا ما ينفعش. ودكتور ازاي اميز بين ان مثلا الخلايا كلها تبقى مصبوغه احمر وازرق؟ ازاي اميز بيناتهم؟ ما هو كلهم يعني واحد. قصدي يعني مثلا خليه الخلايا القلبيه غير خليه الليفر. طبعا. طب ازاي اميز بيناتهم ده تبقى ازرق واحمر ده ازرق؟ كلها صفات غير الثانيه. كل واحدة صفات كتير جدا طبعا هنميز طبعا احنا بنكسبوه. كل واحدة موال غير التاني. الدم عارفين خلايا الدم بقى راح تحت الميكروسكوب دي ار بي سيز يعني خلايا دم حمراء ولا وايت بي سيز. عارفين وايت بي سيز؟ خمس انواع بقدر اميز كل نوع لان كل واحدة ولها صفات غير التانية. شكل نواة شكل سيتوبلازم حجم حبيبات تانية زيادة موجودة فيها. لا التمييز ده كله سهل. صح. طب ليه زعلوا هو هيجريشن في خطوه بتاع الحل ولا ما تركز معايا؟ يعني مو طب حد سالتها قبل كده بس مش مشكله. واحد راح تطلع عايز ولا تطلع عايز الاستيم ده مهم ولا مش مهم؟ لما جايبها في الامتحان ركز معايا. حد يقول لي هتعمل ده هتشن ازاي؟ بالفحل ده سنه واحده بس ده جينا في الامتحان جينا في الامتحان جراديوال. ده ولا في امتحان ديفريزون ليه بعمل الهيدوشن جراديوال؟ عشان ما اعملش شرينكج ما اعملش انكماش وتشوه في الخلايا. طب بعمله ازاي؟ ده كده كومبليت ده هيدريشن از دان بول اسندنج جريدز اوف الكحول. يعني احطها في برطمان كحول 50% احطها 70% احطها 90% احطها 100%. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني البرطمان ده 50% منه كحول وال 50 تانية كانه ميه. فلما احطه هنا انا هسحب 50% من الميه بس اشيله واحط هنا سحبت كمان 20 وصل تركيز الميه 30. احطه هنا هسحب كمان 20 ونص تركيز الميه 10. احطه هنا بسحب الميه تماما. عشان كده بنسميه ابسولوت. ابسولوت يعني تماما ابسولوت الكحول 100%. كده سحبت الميه تدريجي. وقلت المثال المشهور لو انت جبت برتقانه قلت لك اسحب الفلويد اللي جواها بسرنجه وارجع دخله تاني مش هيدخل. انت لما سحبت كله حصل كومبريشن للسبيسز فتاني يجي يدخل مش هيقدر يزق فيفتح السبيس مره اخرى. لكن لو سحبت سنت بسنتي لا هتقدر تسحب السنت وتدخله تاني في ناحيه السنت وتدخله تاني. فلازم عمليه تتم ايه؟ الجرادوال. دي معنى كلمه ايه؟ يعني طب وليه بقى لو انت عايز ترجع الميه؟ يلا فكروا كده معايا. رجع الميه ازاي؟ الله ينور عليك. احطها في 100% كحول
ولا ثم 90% كحول ثم 50% سوري 70 50% اخر حاجه بحطها في الميه بنسميها نسبه الووتر ميه متقطعه ميه يعني 100% اهو هنا اهو عكس العمليه انا دلوقتي حط انا جيت عملت ايه حطيت زيلو دوب الشمع فاصبح النسيج فيه زيلو لما احط النسيج في كحول 100% الكحول هيدخل مكان الزيلو احط 95% بدا 10% تدخل مكان الكحول بدا 30% تدخل ميه مش عارف 50% 100% دخلت ميه حد يقولها لي بالانجلش مش بيه اسمها ايه جريدز اوف الكحول جريدز اوف الكحول يبقى الدهيدريشن بعملها في السندنج جريد اوف الكحول والهيدريشن بعملها في السندنج بس دول حد سال ايه ما سالتش قبل كده خالص لحد دلوقتي معايا بس مفيش مشكله انا واحنا يعني انا قصدي برضه يا جماعه حسب مستوى الدفعه يعني احنا زي ما بتقول كده بقى مثلا في الترم الثاني ولا نفس الدفعه ما بتذاكرش كويس طب هنعمل ايه خلاص ما قل وخف واحنا مصدنا وبنشر ما هو نفس النشر اهو باذن الله بس بننبه على الناس يا جماعه الحاجه اللي بنحذرها ما حدش يطلع يقولها بره انا لو طلعت قلتها بره هتلاقيها قدامك في الامتحان معايا بغض النظر فهمت حصه النهارده كان الميعاد بتاع الساعه كام الساعه كان في مواعيد. ممكن الله يعني في 7:15 صح كده؟ 11 في 11 او 11 لا 7:15 او 11 هذا دي السبت